سي دريس بقاس فيليسيتاسيون اليوم الفوز 12 على التوالي لفريق سيدات الكوكب المراكشي. حصه اخرى امريكيه 142 امام فتح الرباط امام المطارد المباشر ديالكم. الان رساله واضحه لفريق الكومرشي انه لا الجمهور ولا كل متتبع ديال كره السله انه اللقب خصو يبقى هنا في مراكش. ياك سي دريس؟ من طبيعه الحال بسم الله الرحمن الرحيم. كما كنقول دائما انه انا ما كيعنيش انه بالنسبه للسكور، انا ما كيهمنيش غالبا ما كيهمنيش السكور قد ما كيهمني انه نقلب على واحد الايقاع ديال الفريق، الايقاع اللي يلعب بسرعه، فريق اللي يلعب بواحد افيك دي سيستيم دو جو بيان ابليكي، نكونوا يكون ان كلوب اللي هو سورتو بالنسبه اللي فيه اللي يكون تكتيكمون بيان ديسيبليني او نيفو دو لا ديفونس، عاوتاني كذلك تقنيا، انا جو بار تكنيكمون تقنيا كنشوف بانه حتى البنات اللي كي ابليكيو سميتو لعبنا تقريبا مقابله اربعه الاشواط ديال لعبنا اون ديفونس اللي هي 1-1، راه سي با فاسيل دو جوي افيك اون ديفونس، غالبا الفرق كيرجعوا للزون وداكشي باش يرتاحوا، ولكن حنايا ونا شيرشي لو ريتم كنقلبوا على الايقاع، الايقاع بور بيان بريباري ليكيب بور لو بلاي اوف. البلاي اوف كما كتعرفوا كيتلعب في يعني في 3 جور في 3 ايام، دونك ليكيب خصها تكون فيزيكمون تاكتيكمون تكنيكمون اي سورتو سيكولوجيكمون يكونوا بيان بريباري بور لو بلاي اوف، سورتو اون ايكيب كي فيان دو غاني ان تيتر، دونك حنايا بالنسبه سي سي جو كرو سي اون كونتينيو لو ترافاي اللي كان، مي avec une philosophie اللي هي avec une approche philosophique اللي هي تقريبا كنشوفها انه الفريق كيفاش خصو يربح بطولات اخرين، على هذا الاساس كنزيدو نشتغلو وكنزكيو كذلك الانتصارات ديالنا اللي كانت قبالو